تنضم إلينا من لوساكا الآن زميلة منى سويلم للحديث عن جائزة الكوميسا للإعلام. أهلا بك ومرحبا منى، يعني حدثينا أكثر عن شعورك بهذه الجائزة وكلماتك التي يمكن أن توجهها خلال هذه الأثناء. أشكرك شيماء جدا، أنا طبعا سعيدة البرنامج On Africa، وألف مبروك لمصر وأون لايف وأون تي في. ده كان حلم حياتي بجد، أن يكون في إعلام قادر على تغطية إفريقيا مش من الاستوديو فقط ولكن على أرض الواقع. وأشكر إدارة On Live على إعطائي تلك الفرصة لتنفيذ وعمل On Africa، إيمانا منها بالقضايا الإفريقية وبالعلاقات بين مصر ودول الإفريقية الشقيقة. وهذا يثبت بالتأكيد أن الإعلام المصري والخاص قادر على تغطية إفريقيا على أرض الواقع وقادر على المنافسة دوليا وإقليميا. وأشكر جميع زملائي اللي تعاونوا معي، وأشكر جميع الحكومات مصر وكينيا ورواندا وأوغندا، وأشكر رجال الأعمال المصريين ومن الدول الإفريقية الشقيقة، وبالأخص بالشكر أختي ووالدتي. وأهدي تلك الجائزة لكل مواطن إفريقي يحلم بتحقيق حلمه. نعم. أشكرك شكرا جزيلا لك منى سويلم زميلة التي تسلمت جائزة الكوميسا الجائزة الإعلامية ل 2018، وبالطبع كل التوفيق والتهاني لكم. شكرا لك.